جزاكم الله خيرا. هذا السائل عبد الله من الخارج يقول: عندي مبلغ كبير جدا وأريد أن أصرف هذا المبلغ في بناء مسجد، هل يجوز أن نصرف الزكاة لبناء مساجد في ذلك؟ لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والمشاريع كإصلاح الطرق وبناء المدارس والأربطة، بل الزكاة حدد الله مصاريفها في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، الله عليم الحكيم. فيقتصر على ما حصر الله صرف الزكاة فيه وهو هذه المصارف الثمانية. وأما الأعمال الخيرية الأخرى والمشاريع الخيرية كبناء المساجد وغيرها فهذه تقام من التبرعات ومن صدقات التطوع. نعم.